هي نصيحة: توقفوا عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتوها فيه. فمن آذاكم أو جرحكم أو تخلى عنكم أو خذلكم لن يكون هو نفس الشخص الذي سيجبركم أو سيسعدكم مهما كنتم متعلقون فيه. هؤلاء صفحة تنزعونها ولا تقلبونها في كتاب حياتكم. أنا ما تغيرت، أنا وعيت، أنا صحيت، أنا فتحت، أنا استوعبت، أنا شفت وسمعت وقاسيت وانجرحت وانصدمت. أنا انكسرت وانقهرت وتعذبت وتعبت وانظلمت. أنا بكل بساطة من تجاربي تعلمت. فلا تجي هلأ وتسألني أنت ليش تغيرت. بيقولوا اللي بيحبك هو من رأى فيك 99 عيبا وخصلة واحدة جميلة فأحب هذه الخصلة وترك كل العيوب. يعني لما تحب شخص حبه مثل ما هو مش مثل ما أنت بدك إياه يكون. الناس نوعان: نوع يجعل حياتك جميلة عندما يدخلها فيجعلك تحب الحياة وما فيها، ونوع يجعل حياتك أجمل عندما يخرج منها ولكن بعد أن يجعلك ترى الحياة بمنظور أسود، يجعلك تشعر أنك تكره الحياة وتكره كل ما فيها. فلا تمنحه فرصة الانتصار عليك، بل واصل حياتك بدونه واجعله نسيا منسيا، وحول جرحك إلى قوة ونور وحكمة، لا عقد وانتقام واكتئاب وعطمة. في لحظة خلاف أو لحظة عتب، والغالب في لحظة طيش وغضب، يقول لنا أحدهم عبارة قاسية مؤلمة جارحة وحتى مهينة، عبارة تبقى عالقة في الذاكرة حتى لو قبلنا اعتذار صاحبها طائعين أو مكرهين، عبارات تختفي ثم تعود مع كل حين ومين، عبارات قاسية مهما حاولت تجاوزها تبقى عالقة هنا في رأسك وفي قلبك وغصة في حلقك، وما أن تتذكرها حتى تعود الآلام لتضرب قلبك وكأنك تسمعها للمرة الأولى من جديد. نصيحة: فكروا قبل أن تخرجوا من أفواهكم ما لا يمحى ولا ينسى ولا يغتفر، لا على مر الأيام ولا حتى على مر السنين ولا حتى طول العمر. هكذا هي الحياة: أستر تستر، اطعن تطعن، اخذل تخذل، ساعد تساعد، أعن تعان، أعطي تأخذ، احترم قد تحترم، اصبر وستنال. هكذا هي الحياة: لكل شيء مقابل. هكذا هي الحياة: تدور وترد لك الصاع صاعين ولو بعد حين، إن كان خيرا بخير أو شرا بشر. في النهاية أو قبلها بقليل ستدرك أنك لم تكن تطلب الكثير أو المستحيل، بل كنت تطلب من الشخص الغلط. احفظ كرامتك ولا تطلب ما لا يطلب، فمن يعرفه سيعرف ماذا تريد وماذا تحتاج وماذا يرضيك ويكفيك أو يسعدك. حكمة اليوم يمكن تكون مؤلمة للبعض لكنها حقيقة واقع. حتى ما تألمك الحقيقة في يوم من الأيام، لا تحط نفسك في مكان عالي كتير عند الآخرين، ما تتوقع منهم أنه يضحوا مشانك. حتى تعيش سعيد نزل خفض سقف توقعاتك بالجميع حتى ما تنصدم في يوم من الأيام من الحقيقة. إحنا هلأ عايشين بحارة كل من إيده إله. اللي منحبهم ما منودعهم لأنه ما بيفرقونا أبداً، هن لحتى لو غادروا جسد هن ساكنين بالقلب وبالعقل بالذاكرة. الوداع فقط للغريب لأنه الحبيب بعمره ما رح يصير غريب. اللي منحبه حقيقة رح يضل مهما فعل حبيب وحبيب وحبيب، بس بدك مين يعرف ما هو معنى الحب. لا تضع نفسك في المكان الغلط ومع الناس الغلط ثم تغضب لأنهم لم يقدروك. فمن يعرف قيمتك فقط هو من سيقدرك. لهذا لا تكن عبئا على نفسك ولا على الآخرين، ولا تبقى
في أي مكان لا يليق بك، ولا تكن مع أي شخص لا يعرف قيمتك. عز نفسك ولا تذلها. كلمتي الأخيرة، أحياناً منكون نحن سبب كل مشاكلنا، نحن بس اللي لازم أنه نلوم أنفسنا مش الآخرين، لأنه أحياناً كثير منتظاهر بالغباء وقت اللي فهمنا، منقول نعم وقت اللي لازم نقول لا، وقت اللي سكتنا وكان لازم نحكي، وقت اللي حنينا الراس وكان لازم نجابه ونتحدى. يمكن نكون السبب لأنه فضلنا مصلحة اللي ما يستاهل على مصلحتنا، سمحنا الأشخاص الغلط على نفس الغلط أكثر من مرة، فركبوا على ظهرنا وفكرونا بكل بساطة درويش ولا هبلاء. ممكن نكون نحن السبب لأنه ما عرفنا قيمة أنفسنا وصغرنا من حالنا قدام اللي استغل الفرصة. بس طالما استوعبنا وفهمنا فلازم نتغير، وإلا منستاهل كل شيء صار أو رح يصير فينا. الأخلاق جزء منها طباع بتولد مع الإنسان، وجزء منها بيجي بالتربية. أهلي مثلاً أنا علموني أنه اللي بيشوفني بعين بشوفه بميت عين، مش أستغله وأستغل كرمه. علموني أني أفيد الناس بأي شيء ما بيضرني. أهلنا نصحونا إذا ما فينا ننفع حد فما نضره، إذا ما فينا نسعد شخص فما نزيد عليه. علمونا ما نشمت بحد ما بنعرفه أو بنعرفه أو حتى بأي إنسان، لأنه الدنيا دوار. علمونا إذا ما فرحنا بالنعم اللي الله عطاها لشخص فما نحزنوا عليها. يا جماعة الخير، في ناس بتقلل من قيمة الآخرين وقيمة إنجازاتهم. على الأقل إذا ما مدحتوا المتميز والمتفوق لا تذموه، إذا كرهتوا شخص لا تشوهوا صورته ولا تكرهوا خلق الله فيه. أهلنا علمونا أنه الأخلاق بتعيش حتى لو مات صاحبها، وحتى لو كان كل اللي حواليه بلا أخلاق، لأنه حسافة أنك تسبح مع التيار، لأنه الحياة هيك بدها. لا سيدي، الحياة ما بدها هيك. لو سرق أحد منعرفه منسرق مثله، منطعن مثله، نتسلق على أكتاف اللي وثقوا فينا مثله. على الأقل خلونا نترك شيء لآخرتنا وشيء لبقية أهلنا يفتخروا فيه. في نوع اسمه الاستغلالي، هذا النوع ذكي لكنه من أسوأ أنواع البشر. نوع مهما تعبت عشانه وقدمت لهم وضحيت كرمالهم رح يوصلون لك شعور أنه هذا واجب عليك. نوع ممكن تعطيه من روحك ومالك ووقتك وإبداعك، وبالنهاية رح يخلوك تشعر أنه هم المتفضلين عليك. نوع رح تلاقي نفسك معاه مستنزف وبدون أي تقدير مهما عملت، ووقت اللي ما عاد فيك تقدم شيء رح تطلع أنت الغلط وأنت السبب وأنت الناقص وهم الكاملين. هذا النوع ابعد عنه مهما كان قريب منك. نصيحة، نعم العتب دليل المحبة، ولكن الكرامة أهم من الحب، ولهذا عامل بالمثل واحفظ كرامتك، فمن أرادك سيجد من ثقب الباب مدخلا إليك، ومن بغضك لن يرى أبواب العالم كلها التي توصل إليه. هي نصيحة لكل واحد عم بيتابعني، يمكن تتفاجأوا من الكلام. حب نفسك، لما تحب نفسك ما رح تسمح إنك تكون مع حد ما بيقدرك أو ما بيعرف قيمتك، لا حد ولا مكان. حب نفسك، ما تقبل تكون خطة بديلة أو احتياط أو خيار ثاني لأحد، إما أن تكون الأول في حياة الآخرين أو بلاها. حب نفسك، مشان هيك لا تبرر تصرفاتك لحدا، هي حياتك مو جروب واتساب تقعد تبرر وتشرح. وأساساً اللي بيحبك رح يحبك بكل عيوبك، ويمكن حتى يحب عيوبك. حب نفسك، لا تضيع وقتك مع اللي ما بيستاهل وقتك. حب نفسك، لا تضغط على أعصابك بالجدال والخناق والحسد والغيرة. حب نفسك لأنك بكل بساطة تستاهل. كل عام وانتو جميعا بخير وتصالح مع الدهن. كلمتي الأخيرة، أحيانا منكون نحن سبب كل مشاكلنا، نحن بس اللي لازم نلوم أنفسنا مش الآخرين، لأنه أحيانا كثير منتظاهر بالغباء وقت اللي فهمنا، منقول نعم وقت اللي لازم نقول لا، وقت اللي سكتنا وكان لازم نحكي، وقت اللي حنينا الراس وكان لازم نجابه ونتحدى. يمكن نكون السبب لأنه فضلنا مصلحة اللي ما يستاهل على مصلحتنا، سمحنا الأشخاص الغلط على نفس الغلط أكثر من مرة،
فركبوا على ظهرنا وفكرونا بكل بساطة درويش ولا هبلان. ممكن نكون نحن السبب لأنه ما عرفنا قيمة أنفسنا وصغرنا من حالنا قدام اللي استغل الفرصة. بس طالما استوعبنا وفهمنا فلازم نتغير، وإلا منستاهل كل شيء صار أو رح يصير فينا. هناك أشخاص بطبيعتهم طيبون وقلبهم كبير ويسامحون مرة واثنتين وثلاث وأربع، ولكن إن فاض بهم الكيل يرحلون ولا يعودون أبدا. تذكر أن من يتجاهل أخطائك أو يتغاضى عنها ليس مغفلا أو أعمى، بل هو شخص محب لا يريد خسارتك ويحاول جهده أن يحافظ عليك بعكسك، ولكنه قد يصل إلى مرحلة لا يستطيع فيها حتى سماع أعذارك، لأن قلوب الأنقياء التي تحب ثم تخذل لن تعود أبدا كما كانت. نصيحة: لا تتمادى في أخطائك أو زلاتك أو سيئ. الطبيعي أنك عندما تكون سعيدا ستذهب لمن تتشارك معه الفرح، أي مع من تحب، وعندما تكون حزينا ومتألما ستذهب لمن يحتويك ويخفف عنك، أي مع من يحبك. وكم جميل أن يكون هو نفس الشخص في الحالتين. أحيانا عليك أن تضير ظهرك للبعض. نعم، عليك أن تدير ظهرك ليس غرورا ولا تكبرا ولا حتى تجبرا، بل من أجل صحتك وراحتك ومن أجل أعصابك واتزان مشاعرك. فبعضهم لا علاج له سوى التجاهل، سوى أن تبتعد، سوى أن لا ترد، سوى أن تكون أنت في واد وهم في واد آخر. لا علاج لهم سوى أن تدير ظهرك لهم. فأحيانا في هذه الحياة علينا تجاهل بعض المواقف وبعض الأشخاص وبعض الكلمات حتى نستطيع أن نكملها بدون نكد أو تعكير أو منغصة. قد يكون أقرب الناس إليك هو أبعدهم عنك، وقد يكون أبعد الناس عليك هو أقربهم إليك. فالقرب والبعد بالشعور لا بالحضور، القرب والبعد بالمواقف والحاجة لا بالتواجد على مدار الساعة. القرب والبعد إحساس قد لا يفهم تفاصيله كل الناس. حكمة اليوم أعتقد أنه الجميع بيعرفوا، بس قليلين اللي بيشتغلوا فيها، هي قصة الحاكم اللي طلب من وزيره أنه يعمل له خاتم يكتب عليه عبارة أو جملة: لو شافه وهو حزين يفرح، ولو شافه وهو سعيد يحزن. فهذا الوزير عمل له خاتم وكتب عليه: هذا الوقت سيمضي. نعم، هذا الوقت سيمضي بحزنه بفرحه. نحن علينا نعيش الحياة مثل ما هي. الطبيعي أنك عندما تكون سعيدا ستذهب لمن تتشارك معه الفرح، أي مع من تحب، وعندما تكون حزينا ومتألما ستذهب لمن يحتويك ويخفف عنك، أي مع من يحبك. وكم جميل أن يكون هو نفس الشخص في الحالتين.